الخير الليلة رح نكون معكم بتغطية مباشرة للحفل الختامي لمهرجان دبي للتسوق اللي رح يحيوه الفنانة بلقيس والفنان محمد حمائي. مهرجان دبي للتسوق يلي بلش عام 1996 بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبهدف خلق قطاع اقتصادي سياحي في إمارة دبي على المستوى العالمي، وقدر عبر 25 سنة يكون واجهة سياحية وثقافية وفنية للعالم. مثل ما بتعرفوا هذا المهرجان بيرتكز على ثلاث عناصر، هي التسوق والترفيه والربح من خلال المسابقات يلي بتكون بكل المولات في دبي. الليلة الحفل الافتتاحي رح يكون والعان مع بلقيس الفنانة يلي قدرت بوقت قصير انها تصير نجمة من نجوم الصف الأول، والنجم محمد حمائي يلي من أول ما لمع اسمه على الساحة الفنية وهو عم يحصد نجاحات عديدة. ومع هيك اسمين أكيد حفل الافتتاح الليلة من داون تاون رح يكون كتير حلو، فخلينا نتابعه. هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر دبي كوكب آخر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر على كثر المدى والضي في حضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوف دار الحي سلاما يشرح الخاطر هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر فهالقلوب تتفيا ومن هالليل يتضيا لأنها دانت الدنيا وعشق ما له آخر يا دبي يا دبي حلوة يا دار الحي من الأبراج لين الخور مثل لوحة ورسمها النور جمع في سحرها المنظور جمال الماضي والحاضر تفوح بعطر ماضيها وحاضرها يحليها يا بخت اللي سكن فيها ويا حي الله كل زاير هلا يا كل هالعالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي كوكب آخر تتفيا لأنها دانت الدنيا دبي كوكب آخر